فعلا لما بقعد اقول لك مصر كبيره مصر كبيره مصر كبيره، المساله مش مجرد احساس ان انا راجل مصري يعني، ولا شوفينيه مني، هي مصر كبيره. يعني لما مثلا عايزك تاخد بالك كده، منظمه الصحه العالميه مكتبها الاقليمي في مصر من 1949، ده انت بتتكلم في حاجه مهمه. احنا هنا بنتكلم على انه المنظمه الامميه نفسها الامم المتحده اتشكلت في 45 بعد ما تم حل عصبه الامم واستبدالها بالامم المتحده او منظمه الامم المتحده. 49 اتفتح المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في مصر، فهتلاقي انه الصحه العالميه بتمنح مصر جائزه اسمها جائزه امتنان خاصه من منظمة الصحة العالمية، ممثلة في كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أيضا، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان. احنا معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ يوسف أهلا بشكرك، وحضرتك وحشني جدا وحضرتك جدا. أكتر وأكتر وأكتر، وإني أتوق إلى لقاء آخر. ربنا يديك الصحة وبنشوفك بكل خير، راجل موفق ومحترم، الله يخلي سيادتك، ويعني ما شاء الله يعني. الله يخليك يا دكتور. دكتور يعني هذه الجائزة التي منحت لمصر وممثلة في شخصكم الكريم، يعني تشوف هذه الجائزة ازاي يا دكتور؟ هي فنم، هي الحقيقة جائزة امتنان وشكر وتقدير لجمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية استضافت مقر المنظمة سنة 49 في مدينة الإسكندرية. وكان مبنى ملك وزارة الصحة والسكان. صحيح. ثم انتقلت إلى المقر الإقليمي الحالي اللي موجود في مدينة نصر. والسيادة الرئيس أيضاً وجه بإنشاء مقر آخر للمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة. الله. فهي الحقيقه امتنان كبير لجمهوريه مصر العربيه. سياده الرئيس شخصيا والحكومه المصريه وكلنا بنعمل هو الحقيقه العمل متبادل ما بين العطاء مصر الكبير وتوفير المقر ودعمه واعطاء كل الامكانيات، وايضا سيادتك المنظمه بتستعين بالكوادر البشريه العلميه الطبيه المؤهلة في مختلف التخصصات في أثناء عملها.